السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبدأ النهاردة جزء جديد خاص بحاجة اسمها الكويريز. فطبعا احنا هنبدأ من عند تاب اللي هي اسمها كرييت، هنفتح حاجة اسمها الكويري ديزاين، وفي عندك حاجة تانية اسمها كويري ويزرد هاخدها برضو في آخر الفيديو. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت على جزء سريع كده في الكويري، وقلنا ان الكويري ده هو عبارة عن استعلام، انا بسأل سؤال من مجموعة جداول مع بعض او جدول واحد عادي. بس هي الفكرة، الفرق بين الكويري والفرق بين التيبل، يعني انت عندك مثلا في التيبل جميع الديتا، لا انا عاوز اسأل سؤال معين في ال اقول له مثلا عاوز الحاجة الخاصة بيه. مثلا لو جينا عند الديت دي مثلا الاوردر ديت ده، عاوزين التواريخ او عاوزين الاوردرز اللي بتبدأ مثلا من 2015 لحد 2016 مثلا. فطبعا انت دلوقتي بتسأل سؤال، انت عاوز ديتا محددة من الجدول ده كله. طب ازاي نعمل حاجه زي كده؟ طبعا بحاجه اسمها الكويري. فهنجرب كده نعمل اول حاجه كده كويري على الكاستمرز. هنيجي نفتح حاجه اسمها الكويري ديزاين. اول لما نفتح الكويري ديزاين بيقول لك انت عاوز ايه التيبلز اللي انت هتختارها عشان تشتغل عليها. فطبعا احنا دلوقتي هنشتغل على الكاستمرز، فهنقول له اد وبعد كده كلوز. عندنا بس الكاستمرز قدامنا اهوت، عاوزين نسأل بعض الاسئله على الكاستمرز ده. دلوقتي مثلا لو انا عاوز اعرف الكاستمر اي دي، دبل كليك عليه كده هينزل لك تحت في الفيلد واسم التيبل بتاعه ايه، ولو عاوز الكامباني نيم اللي هو شغال فيها دبل كليك عليها، او ممكن اسحب الكونتاكت نيم، او ممكن اسحب يعني انا لو عاوز دلوقتي ازود مثلا كونتاكت نيم ممكن اسحبها هنا كده. وبرده بدل ما اسحب طريقه ثالثه يعني ممكن اجي هنا كده واقول له ايه، واقول له انا عاوز مثلا السيتي. تمام. وبعد كده لما خلصت الكوير ديت اقول له رن. فطبعا بعد ما عملية الرن هيظهر لك الحاجة اللي انت طلبتها بس من التيبل الاصلي. طيب دلوقتي عاوزين نتعلم شوية حاجات كده خاصة بيه. طبعا دي الداتا شيت الخاصة بالكوير. لو انا عاوز اخش على الديزاين تاني فهاجي على الديزاين دي كده عشان نفتح هنا الديزاين بتاعها تاني. انا عاوز اعمل شوية كده حاجات خاصة بيه الكوير ديت، شوية كريتيريا، اظهر حاجات واخفي حاجات، ارتب بعض الاشياء كده يعني مثلا. طيب فعندنا حاجة هنا اسمها سورت، كلمة هنا اسمها سورت كده. فعندك مثلا الكاستمر اي دي، هو كده كده الكاستمر اي دي مترتب من 1 2 3 4. طيب لو انا عاوز ارتبه بالعكس، فانا ممكن اقول له مثلا سورت ديت واختار بدل ما هي اسندنج يعني من صغير لكبير، ممكن اقول له ديسندنج. ولو انا لو قلت له ديسندنج واجي اشوف الداتا شيت بتاعته هيقول لي بادئ من 94 الى 93 92 الى لحد ما ينزل الى واحد تاني، واحد في الاخر خالص. طيب اخش تاني على الديزاين، انا عاوز زي ما هي ديت اللي هي اسندنج، او ممكن اجي هنا كده واقول له نوت سورتد خلاص، يعني هي بالديفولت بتاعتك يعني. طيب لو احنا عاوزين مثلا الكامباني نيم نرتبها برضو ابجدي مثلا، فانا لو عملت اسندنج دلوقتي وجيت اعمل ران هاجي اشوف كده الكامباني نيم بدأ بحرف الاي بي سي وهكذا، طبعا هيترتب بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. وطبعا الريكورد كله هيتغير الترتيب بتاعه، يعني مثلا دي بدأت ب 54 بعد كده 59 55 على حسب الترتيب بتاع الكامباني نيم نفسه. طيب نروح لديزاين تاني، خلينا مثلا ديت اسندنج زي ما هي. طيب لو انا قلت لك دلوقتي في الكونتاكت نيم، الكونتاكت نيم لو انا قلت لك مثلا اعمل لي دلوقتي اسندنج، انت متخيل دلوقتي ان الكونتاكت نيم يترتب من A to Z؟ طيب نيجي نشوف الاوتبوت كده ونشوف ايه اللي حصل. طبعا هتلاقي حصل هنا ايه، انت عندك هنا ادي الاي وبعد كده اي بعد كده ايه بعد كده اي، يعني مش مترتب ابجدي. ايه اللي خلى الموضوع ده مش مترتب ابجدي، او ايه اللي خلى الفكره دي مش مترتبه ابجدي؟ ليه؟ لان انا عامل هنا في الديزاين عامل اسندنج، يعني عامل عند الكامبل نيم اعمل لي ترتيب تصاعدي يعني من صغير لكبير. فطبعا يعني اما تعمل هنا ترتيب من صغير لكبير لو في تشابه بقى، لو في تشابه في الكامبل نيم هيخش يرتب في الجزء المتشابه في الكونتاكت نيم، هيرتب برضه من الصغير الكبير او هيرتب ابجدي. لكن لو مفيش متشابه فطبعا نفس الاوتبوت اللي هيظهر هنا هو الاوتبوت القديم. طيب فاحنا عشان نرتب الكونتاكت نيم بس فهنيجي نعمل نوت سورتد لدي كده، وبعد كده نيجي نشوف لران. طبعا هتلاقي هنا الكونتاكت نيم بقى كله بدأ بحرف الاي بي سي وهكذا. طيب لو احنا عاوزين العكس، يعني انا عاوز دلوقتي ارتب الكونتاكت نيم، ولو في متشابه لو في اسماء متشابهه في الكونتاكت نيم رتب بعد كده في الكامبل نيم، نعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين ان الترتيب بيمشي من الشمال ليمين، فهنعمل ايه؟ هنخلي دي برضو اسندنج. بس الفكره كلها اللي احنا هنيجي هنحدد اللي هو الفيلد ده كده، ونقوم ساحبينه كده وحاطينه فين؟ حاطينه هنا كده. ف
فلما نحط التيبل، لما نحط الفيلد ده هنا، يبقى هنا هيرتب بالكونتاكت نيم الاول، وبعد كده لو في اسماء متشابهه في الكونتاكت نيم هيرتب بيه الكامباني نيم. نيجي نشوف الاوتبوت، هنلاقي هنا كده الكونتاكت نيم اي بي تي اي بي سي دي اي اف جي وهكذا. وبعد كده لو في اسماء متشابهه هنا كده مثلا زي مين، نيجي نشوف كده مثلا زي مين، زي احمد محمد ده مثلا، احمد محمد هيجي يرتبها برضو ابجدي، عندي اي بي سي تمام كده. لكن مثلا عندي احمد شريف، فده هو احمد شريف واحد بس. طيب نيجي نشوف حد تاني متشابه كده، نيجي ننزل كده نشوف حد متشابه زي مين هنا، مفيش. طيب مفيش حد متشابه كده تاني، يبقى احنا بس اللي اخترناه اللي هو احمد محمد، احمد محمود. فعشان كده رتب لنا ايه، رتب لنا الجزء ده بترتيب ابجدي. تمام كده يا شباب. طيب نيجي نفتح الديزاين بتاع الكويري تاني، هنيجي مثلا على حاجة جديدة اسمها الشو. طبعا الشو ديت هي معمولة علامة صح، فده معناه ان الفيلد ده هيظهر بالقيم بتاعته. طيب لو انا جيت قمت عامل علامة الصح دي مش مظلل عليها كده، وجيت عملت رن، فطبعا الكاستمر دي هي هتتشال من الكويري. طيب نروح تاني كده نظهرها تاني، فده بالنسبة للشو. طيب عندنا بعد كده حاجة اسمها الكرايتيريا. الكرايتيريا دي بقى انت بتحدد دلوقتي بشرط معين، انت عاوز تظهر الكونتنت، عاوز تظهر مثلا الكوير ديت بشروط معينة. فمثلا هنيجي على الكونتاكت نيم مثلا، ونقول له مثلا احنا عاوزين الكونتاكت نيم اللي اسمه مثلا اللي اسمه احمد. لو قلت لك دلوقتي الكونتاكت نيم اللي اسمه احمد وجيت اعمل رن، طبعا مش هيظهر لك اي حاجة. ليه؟ لان اصلا بالنسبة لي لو جينا فتحت الكاستمرز كده، هنلاقي هنا نلاقي هنا كونتاكت نيم مفيش حد هنا اسمه احمد لوحده، الاسم كامل موجود. فعشان تجيب الاسم كامل موجود على بعضه كده لازم تكتب الاسم كامل على بعضه. طيب لو احنا عاوزين نسهل الدنيا شوية، نيجي مثلا على ادي الكويري، نيجي على الديزاين بتاعها كده ونزود السيتي. طبعا احنا عارفين السيتي هي كلمة واحدة، فلو جينا عملنا سيرش او جينا عملنا كريتيريا بسيتي واحدة مثلا زي كايرو مثلا، لو جيت عملت كايرو وقمت اي رن، فطبعا هنا هيظهر لك كل الايه الكاستمر اي دي وكاستمر نيم وكاستر والكامباني نيم بالسيتي اللي اسمها كايرو. طيب لو انا عاوز كايرو والكساندريه مثلا هعمل ايه؟ هاجي في الديزاين واقول له ايه، ممكن هنا اقول له في عندك حاجه هنا اسمها اور تحت اهيت، ممكن هكتب هنا الكساندريه كده مثلا. لو انا كتبتها كده الكساندريه اهوت واجي اعمل رن، فطبعا هتلاقي اللي هي ظاهر هنا سيتس بتاعتك هي الكساندريه وكايرو بس فقط لا غير. لو جيت نزلت تحت كده هتلاقي كله كايرو والكساندريه. طيب نيجي هنا نعمل ايه تاني، لو احنا عندنا مثلا ممكن بدل ما اعملها بالطريقه ديت اقول له، هقول له هنا ان واقوم فاتح قوس، فاتح قوس كده وكاتب كلمة كايرو وقوم عامل كوما وكاتب الكسندرية بالشكل ده كده، وقوم قافل القوس بتاعي. لو انا عملت كده وقمت ماسح اللي تحت، ده معناه كده بتقول له هات لي كل السيتيز اللي هي تقع في كايرو وكل ايه وتقع في الكسندرية. نيجي نعمل رن هيجينا نفس الاوت اللي احنا شفناه من شوية. طيب نيجي نشوف حاجة تانية، لو انا قلت له مثلا انا عاوز كل اللي مش موجود في كايرو ومش في الكسندريه، ممكن اقول له نوت ان، يعني اجي هنا كده اقول له نوت ان. لو قلت له نوت ان واجي اعمل ران، هيجيب لك كل الايه كل السيتيز او كل ريكورد اللي في السيتي لا تقع في كايرو ولا تقع في الكسندريه. يعني انت لو جيت بصيت كده في كل الفيلد مش هتلاقي فيه لا الكسندريه ولا كايرو. تمام كده يا شباب. طيب لو جينا بقى نشوف حاجه تانية فيها مثلا ديت، فنيجي مثلا نسيف الكويري ديت، نيجي على الكويري ونقول له مثلا سيف، هنقول له كيو ار واي اللي هي مثلا الكاستمر كاستمر انفورميشن مثلا. اوكي طيب نيجي دلوقتي نعمل كويري جديده، نقفل الكويري دي كده. طبعا زي ما قلنا ان الكويري هي ممكن تجيب بيانات من تيبل واحد او اكتر من تيبل على حسب العلاقات اللي انت بنيها. فنيجي على كرييت، نيجي نبني نعمل كويري ديزاين. كويري ديزاين هنقول له مثلا احنا عاوزين نجيب
المندوب من المبيعات والاوردرز اللي هم عملوه. فهنيجي على اد ونعمل كلوز. وطبعا احنا عندنا دلوقتي ادي تيبل اوردرز والتيبل سيلز ريبس. نيجي نفتح دي كده بس عشان نشوف كل الفيلدز اللي احنا عاملينها، ونقول له مثلا احنا عاوزين نسأل دلوقتي بالكاستمر اي دي، وعاوزين السيلز ريبس. مثلا نيجي هنا السيلز ريبس اي دي اللي هو الاي دي بتاع المندوب المبيعات اللي عمل الاوردر ده، وعاوزين مثلا الاوردر اي دي، وعاوزين مثلا ايه الفيرست نيم بتاع السيلز ريبس، وعاوزين الستارت ديت بتاعه، وعاوزين مثلا البارت تايم، و ايه تاني مثلا. نكتفي بالكلام ده كده. طيب احنا عاوزين دلوقتي نيجي مثلا على الستارت ديت. طبعا لو انا عملت رن هيجيب لي كل البيانات الخاصة بيه الناس دي، فهتلاقي 1001 ريكورد. طيب 1001 ريكورد، طبعا السيلز ريبس اي دي مقرر هنا مثلا كذا واحد، ولو جيت نزلت هنا كده هتلاقي بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده 4. ليه الكلام ده كله؟ لان السيلز ريبس اي دي اللي هو رقم واحد ده عمل كذا اوردر، عمل اوردر رقم 41 و42 و43 وهكذا، والفيرست نيم بتاعه اسمه اسامه، والستارت ديت بتاعه اللي هو تاريخ التعيين بتاعه في الشركه بالتاريخ ده كده، هو شغال بارت تايم ولا لا. طيب احنا عاوزين نعمل شويه حاجات كده، على شويه كريتيريا كده على الكويري دي. طيب لو احنا جينا مثلا على الستارت ديت، احنا عاوزين دلوقتي نقول له الناس اللي هو الستارت ديت بتاعها، ماشي، نقول له مثلا 1/1/2000 مثلا 2010 مثلا. فلو قلت لك كده وجيت اعمل ران هيجيب لك الناس اللي هي الستارت ديت بتاعها 1/1/2010. طيب لو احنا عاوزين مش عاوزين تاريخ معين زي ده كده، احنا عاوزينه يكون ما بين مثلا كل الناس اللي هي في تعينت في 2010، نعمل ايه؟ هنقول له ايه؟ هنقول له between 1/1/2010 and، والمفروض نهاية السنة ديت تنتهي في كام؟ 30 مثلا 12/2010. وطبعا لو انا جيت اعمل رن كده هيجيب لك كل الناس اللي هي في الرينج اللي هو بتاع 2010 بس، يعني من تاريخ 1/1 لحد 30/12/2010. طيب لو انا قلت لك مثلا نوت بتوين، يعني لو جيت زودت كده في الاول كلمة نوت بتوين وجيت اعمل رن، طبعا نوت بتوين هيجيب لك الناس اللي هي مش موجودة في 2010 خالص، فهيجيب لك 2013 و2005 و2007 و2011 و2008، طبعا مش هيجيب لك 2010 نهائي. ليه؟ لان احنا عكسنا الشرط بتاعنا، قلنا نوت نوت بتوين يعني مش موجودين في الرينج ده. طيب نيجي دلوقتي دي الجزء اللي هو بتاع البارت تايم. الجزء اللي هو بتاع البارت تايم لو انا جيت ازود مثلا كرايتيريا عندي، لو انا قلت له مثلا البارت تايم، طبعا البارت تايم هو معروف يا اما يس يا اما نو. لو انا قلت له ممكن اقول له يس، لو قلت له يس وجيت اعمل ران هيجيب لك كل الناس اللي هي شغاله بارت تايم باليس. فطبعا انت عندك 461 ريكورد، لو جيت انزل كده كل ده يس ب 461 ريكورد. طيب لو انا عاوز الناس اللي هي مش شغاله بارت تايم ممكن اقول له نو، ممكن اقول له نو. لو انا قلت له نو هيجيب لي الناس اللي هي مش شغاله بارت تايم، فهيجيب لك البارت تايم اللي كله نو، فطبعا دول 356 ريكورد. طيب ممكن اعمل حاجه تانية خلاف يس ونو. ممكن عندي حاجه اسمها يا اما ترو. لو انا عملت ترو دي، ترو دي بتساوي اليس بالظبط، فهتلاقي هنا الرن بتاعتك برضو بتساوي نفس العدد اللي احنا شفناه من شويه اللي هو 461 ريكورد. طيب لو انا قلت لك مثلا واحد، واحد دي برضو معناها او ترو او معناها برضو يس، فلما اجي اعمل رن برضو هيظهر لك نفس القيم اللي عندك اللي هي 461 ريكورد. ونفس الموضوع بالنسبه لنو، ممكن اكتب اما نو او ممكن اكتب ي ممكن اكتب زيرو، او ممكن اكتب ايه، او ممكن اكتب فولس. اي قيمه من ديت هتديك نفس الناتج بتاعك. فانا مثلا لو جربنا فولس وقلت لك ايه هيجيب لي اللي هو 356 ريكورد بي اللي هما مش شغالين بارت تايم عندك في الشركه. تمام كده يا شباب؟ طيب ده اللي هو الجزء الخاص بالكويري، ده الجزء السهل اللي احنا اخدناه يعني. طيب هنلاحظ هنا بقى يا شباب ان احنا عندنا حاجه اسمها كرايتيريا وتحتها حاجه اسمها اور. طبعا لو انا دلوقتي عاوز ازود شرط
بس اور، يعني يعني ايه اور؟ يعني ممكن زي ما قلنا من شويه على الجزء بتاع الكويري اللي هو كاستمر انفورميشن، وجينا على الديزاين، وجيت اقول لك هنا مثلا انا عاوز الناس اللي هي شغاله في كايرو والكسندريه، فكتبنا هنا كايرو وكتبنا هنا الكسندريه. طيب لو احنا عاوزين نعمل نطبق حاجه اسمها اند، يعني شرطين مع بعض، انا ممكن اطبق شرط على الستارت ديت. احنا هنا قلنا احنا عاوزين الناس اللي هم ما تعينوش في 2010 نهائي. طيب انا عاوز شرط كمان ازوده هنا، ممكن ازود شرط هنا كده لو تيبلز ايرد، او ممكن ازود شرط هنا كده. الشرط اللي هنا مثلا هيبدا مثلا الفيرست نيم، لان عاوز كل الناس اللي تبدا ب باحمد. هعملها ازاي؟ هقول له لايك لايك ايه احمد، وبعد كده اقول له استريك. لو انا عملت لايك احمد واستريك، ده معناه دلوقتي لو جيت ارن كده هيجيب لي كل الاسماء اللي بتبدا ب احمد، كل الناس اللي بتبدا باحمد طبعا عشان الاسم مكتوب لوحده اللي هو الفيرست نيم، فبيجيب لك ايه؟ بيجيب لك احمد. طيب لو انا عاوز، انا مش عارف مثلا كلمه احمد دي عارف اول حرف فيها او اول ايه اتش مثلا، لو قلت لك ايه اتش وبعدها استريك، استريك معناه يعني اي حاجه بعد ايه اتش هاتها لي، بس لازم يكون اتش موجود. فاقول له ران، هيجيب لك برضو ايه؟ هيجيب لك احمد. بس طبعا لو احنا عاوزين بقى دلوقتي نجيب مثلا، يعني مثلا لو قلت لك مثلا ام، يعني عاوز الاسماء اللي بتبدا بحرف الام، لو ونيجي نعمل رن كده هيجيب لك ايه؟ الاسماء اللي فيها ام كلها اللي هي ماجد و، ونيجي نشوف كده مينا، وعندنا مين تاني؟ اه هما ماجد ومينا بس اللي يبداوا بحرف مين؟ بيبداوا بحرف الام. بس طبعا خليك مركز برضو ان الستارت ديت بتاعتك هي مش جايبه في الرينج 2010 نهائي، هتلاقي كده 2000 2006 2007 2008 2007، وطبعا لازم ينطبق عليهم الشرطين دول، اللي هو الشرط بتاع اللي هو لازم اسم لازم اسم الاسم يبدا ب ام، ولازم يكون الستارت ديت بتاعهم في الرينج اللي هو 2010 كله بالكامل. وطبعا في شرط كمان هنا موجود اللي هي الفولس بتاعنا، اللي هي ايه؟ اللي هو يعني مش شغال كمان بارت تايم. تمام كده يا شباب؟ طيب دي معناها ان الثلاث شروط دول لازم يتحققوا في الريكورد اللي هجيبه عشان يظهر عندي. فلو جبت اي ريكورد عندك هنا كده وجيت تقارن ما بينهم وبين الحاجات دي كلها، لازم ايه؟ يكون متحقق فيه الثلاث شروط دول. طيب لو عاوز تحقق شرطين وفي اور، فطبعا لو انت عاوز تزود اورنج فانت ممكن تزودها في الجزء الايه؟ الجزء اللي بعد هنا كده. طيب طبعا احنا قلنا من شويه لو انت عاوز اي اسم بيبدا بحرف الام، طب لو احنا عاوزين اسم بينتهي بالام نعمل ايه؟ هنحط ام كده بس هنحط قبلها الاستريك. فلما نحط قبلها الاستريك نيجي ران كده، طبعا مفيش اسم هنا بينتهي بحرف الام. طيب نشوف اسماء كده بتنتهي بحرف الام وبعد كده نجرب. عندنا نقفل ده دلوقتي عشان احنا شغالين على الكويري دي. الكويري دي نيجي على الديزاين بتاعها، نشيل دي كده، نيجي نشوف بس ايه الاسماء الموجودة عندنا. ناس بتنتهي بحرف الايه، مثلا اسامة بينتهي بحرف الايه، وعندنا في حد تاني بينتهي بحرف الايه اللي هو مينا، وفي اسماء تانية ممكن نشوف. فهنيجي هنا كده نقول له ايه؟ نقول له لايك، ونقول له استريك ام. يعني ايه استريك ام؟ يعني بينتهي بالام بس بيبدأ بأي حاجة. فلما اقول لك ران نيجي نشوف هنا تاني كده، اه عشان الام مكتوبة كابيتال، فهنيجي هنا نشوف هنا كده ران، نشيل الشرط ده كده، ممكن يكون هو عامل معانا مشكلة. نيجي نقول له ران، اه عشان هو طبعا ما فيش حاجه بتزهق بتنتهي بحرف الام، احنا عاوزين حاجه بتنتهي بحرف الايه. فهنيجي هنا نحط الاسترك في الاول ونحط ايه ايه بعدها. فطبعا ده معناه لو انا جيت اعمل رن كده هيظهر لي الاسماء اللي هي في اخرها ايه، في اخرها حرف الايه. تمام كده يا شباب؟ طيب لو احنا عاوزين نعمل حاجه تانية، لو قلت لك مثلا انا عاوز
اي اسم فيه حرف الايه، احط استريك في الاول واستريك في الاخر، فكده معناه يعني اي اسم كونتينز الايه. فلو جيت ارن كده هيجيب لك ايه، اي اسم فيه ايه بقى. ممكن يكون في الوسط، ممكن يكون في الاخر، ممكن يكون في الاول، زي مثلا اسامه، زي مثلا مين تاني عندنا، احمد في حرف الايه بيبدا في الاول، عندنا رشا في حرف الايه في النص وفي الاخر، عندنا ماجد في حرف الايه في الرقم الثاني والحرف الثاني وهكذا. تمام كده؟ طيب طبعا لو انا قلت لك دلوقتي نوت لايك، نوت لايك ده معناه بتقول له هات لي الاسماء اللي هي ما فيهاش حرف الايه. فلما اقول له ران دلوقتي، طبعا ما فيش اسماء ما فيهاش حرف الايه، فنجيب حرف كده ما يكونش موجود في بعض الاسماء، زي مثلا ام مثلا. فطبعا لما نيجي ران هنا كده هيجيب لك الاسماء اللي ما فيهاش حرف الام نهائي، زي مين مثلا، زي مينا مثلا ما كانش، مش هيبقى موجود هنا، زي مثلا محمود مش هيبقى موجود وهكذا. طيب بعد كده عاوزين نتعرف على حاجة مهمة جدا، اللي هي ايه مثلا، نيجي على مثلا احنا عندنا اللي هي نسيف بس الكويري ديت، نسميها كيو ار واي، ونسميها اللي هو سيلز ريبس اوردرز انفو، ونكليك اوكي. طبعا الكويري دي بتسيف عندك هنا، بيجي لك بيه الداتا اللي انت عاوزها هنا. طيب نيجي نشوف الكاستمر انفورميشن اللي احنا كنا شايفينها من شويه، دي اللي فيها السيتي وفيها الكامبان نيم وفيها الكونتاكت نيم. هنتكلم عن مفهوم جديد دلوقتي اسمه البارامترايزد الايه كويريز. يعني ايه، يعني ايه بارامترايزد كويريز؟ يعني دلوقتي انا عاوز وانا بسأل السؤال او وانا بستعلم عن الحاجه ديت، يطلب من اليوزر يدخل السيتي اللي هو عاوزها. يعني انا مش عاوز احكمه دلوقتي يا نوت ان كايرو والاكسندريه، لو انا عملت ران حاجه زي كده يعني يجيب لي كل السيتيز اللي هي مش موجوده لا في كايرو ولا في الاكسندريه. طيب انا عاوز دلوقتي وانا بستعلم عن حاجه زي كده، يسأل اليوزر، يساله يقول له انت عاوز الناس اللي في انهي مدينه، اعملها ازاي دي. فهنيجي هنا كده ونقول له ايه، هنفتح القوس بتاع المجموع ده اهو، اللي هو القوس ده كده، ونقول له انتر، انتر سيتي. طبعا لما اجي اعمل ران دلوقتي هيسالني يقول لي ايه، انت عاوز ايه هي السيتي اللي انت عاوز تظهر بقى الاستعلام ده. فاقول له مثلا كايرو واتك اوكي، هيجيب لك كل الناس اللي موجوده في كايرو. طيب لو احنا عاوزين مثلا مش السيتي بس، كمان عاوزين كمان النيم. لو انا قلت لك مثلا فتحت كده قوس وقلت لك انتر نيم، يعني عاوز اسم مين وعاوزه في سيتي مين كمان، لما اجي اقول له رن هيقول لك، هيسالك عن الاسم الاول. طبعا احنا قلنا ان الكويري بتتنفذ من الشمال، طالما بتتنفذ من الشمال فيسالك السؤال بتاع الكونتاكت نيم الاول. فهتقول له مثلا انا عاوز احمد، بعد كده اول ما تتك اوكي هيظهر لك الويندو التانية بتاعه السيتي. طب انت عاوز احمد ده اللي هو في انهي مدينه، هقول له اللي هو موجود في مثلا في كايرو، فكليك اوكي. طبعا مفيش احمد وموجود في كايرو. طيب دلوقتي هنعمل كويري جديد خاص بالسيلز ريبس مع اي علاقة مع اي تيبل تاني. فهنيجي على الكرييت، كليك على الكتابة بتاع كرييت، ونختار كويري ديزاين، ونختار السيلز ريبس مع الاوردرز، ونقول له اد كلوز، ونيجي نقول له مثلا عاوزين اوردر اي دي، عاوزين الكاستمر اي دي، وعاوزين السيلز ريبس اي دي والفيرست نيم بتاعه، وعاوزين السيت اللي هو منها، ومثلا الستارت ديت. لما نيجي طبعا نرن حاجة زي كده فهيجيب لك ريكورد كتير جدا، هتلاقيهم 1001. طيب دلوقتي بقى احنا عاوزين نعمل شوية كريتيريا هنا كده. فهاجي مثلا على السيتي، انا عاوز اسأله اول مرة مثلا على الفيرست نيم بتاعك، هقول له ايه انت عاوز تسأل على اي اسم، هقول له انتر نيم. وممكن اجي كمان عند السيتي اقول له انتر سيتي. طيب لما نيجي دلوقتي نرن بقى، اول حاجه يسالنا على النيم او الاسم اللي انت عاوز تسال عليه، هنقول له مثلا احنا عاوزين احمد، وطبعا تاني حاجه يسالك عليها اللي هو اللي المدينه اللي هو منها، فهتقول له كايرو. فلما نقول له كايرو اوكي، فطبعا دلوقتي طبعا مفيش بيانات. طب ليه مفيش بيانات؟ هنيجي نشوف دلوقتي السيلز ريبس اصلا، التيبل بتاع السيلز ريبس فيه ايه. ادي عندي مثلا احمد هو من الكسندريه،
يبقى مفيش هنا احمد، واحمد هنا كمان ايه من الالكسندريه. طيب احنا عاوزين بقى دلوقتي نسأل سؤال يطلع لنا الناتج ايه، ناتج صحيح. فعندنا مثلا اسامه، اسامه ده منين؟ من الالكسندريه. وعندنا احمد من اليكس. وعندنا مثلا مين كان من كلام اليكس؟ عندنا ماجد من اليكس. فنسأل سؤال يعني ناس موجوده قبل كده، فنسأل على اسامه. هنيجي على الكويري بتاع ال نيجي على الكويري بتاعت الكويري اللي احنا لسه عاملينها من شويه، اللي هي كويري 1 دي. ونيجي نقول له دلوقتي، طبعا انا عامل نيم وعامل سيتي، فهنقول له رن. هنقول له ايه؟ انا عاوز اسامه، لان انا عارف ان اسامه ده من اليكس. واول ما كليك اوكي هقول له اليكس الكسندريه، ونكليك اوكي، فهيجيب لك طبعا الناس اللي هي من اليكس والفيرست نيم بتاعه كذا. طيب طبعا هيجيب لك كل الاوردرز الخاصه باسامه والسيتي بتاعته من اليكس. طبعا كل الاوردرز دي خاصه باسامه واليكس بس. فطبعا لو انا عاوز اعمل استعلام عن اسامه، ايه الاوردرز اللي هو عملها والمدينه اللي هو منها والكلام ده كله، فطبعا انا حطيت شرطين، اللي هو لازم يكون الاسم بتاع اسامه واسم المدينه اللي هو منها ايه، تكون الكسندريه. تمام كده، دي حاجه مهمه جدا في حاجه زي كده. طيب لو احنا رحنا بقى تاني للديزاين ده، وقلنا له مثلا احنا عندنا الستارت ديت اهوت، عاوزين برضو نسال سؤال او نعمل استعلام. يعني لما اجي ما يجي اساله نقول له مثلا، عاوز اشيل دي بقى دلوقتي، ونقول له احنا عاوزين الناس اللي ستارت ديت بتاعهم في 2010 كله. يعني ايه في 2010 كله؟ هنقول له بتوين، بس طبعا انا عاوز اسال برضو اليوزر، يعني اليوزر هو اللي هيدخل حاجه زي كده. هقول له بتوين وافتح قوس واقول له ايه، انتر ستارت ديت، واجي هنا ام ال واند، وافتح قوس واقول له انتر لاست او انتر اند ديت او الستارت، و ممكن نسميها برضو اند اند ديت. طبعا ده الرينج اللي هو يشتغل عليه. لما اجي دلوقتي رن حاجه زي كده، انا عاوز الناس اللي هي في الرينج من 1/1/2010 لحد مثلا 8/2010. فاقول له ايه، ادي 1/1/2010. هيجي يسالك السؤال التاني يقول لك ايه، لحد مثلا 30/10 مثلا 2010. فلما كليك اوكي هيجيب لك الناس اللي هي في الرينج ده كله، الستارت ديت بتاعها اللي اتعينت في الرينج اللي احنا طلبناه بالظبط، اللي هو من 1/1/2010 لحد 30/8/2010. تمام كده يا شباب. طبعا دي كانت حاجه مهمه جدا ان احنا دلوقتي ندخل السؤال بتاعنا، يعني مش هنحط حاجه ثابته دلوقتي، بقت الدنيا زي ما يكون دايناميك دلوقتي كده. انت كانك بتسال سؤال وتخلي الدنيا دايناميك، اليوزر هو اللي بيدخل السؤال اللي هو عاوزه. وان شاء الله هنكمل في الفيديوهات القادمه باذن الله.